عادي عنكم، مو كلام سوشيال ميديا ولا كلام فنانات ولا كلام أفلام، لا لا لا، بس صدق والله العظيم اشتقت أتواصل معاكم، اشتقت حق تشجيعكم، اشتقت حق كلامكم، اشتقت حق سوالفكم. وايد كنت أنا أستفيد منكم بأشياء كنتوا تدزولي، وايد كنت أستفيد، بس هذا الشيء اللي زعلني. بس thank you على محبتكم، شكرا 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 والله، يعني أنا وايد سعيدة في هالمحبة، وهذا اللي يخليني إني أنا أستمر بالسوشيال ميديا. تدرون شنو بعد الحلو بهالشهر كان؟ إني ما حطيت على بشرتي ولا نقطة مكياج، ريحت البشرة وايد وايد وايد، وطبعا ريحت شعري وما سشورته أبدا، ولا حطيت حتى ستريتنر ولا ويفي، كنت أسبح وأحط كريماتي وأعتني فيه. عشان كذي لما طلعت من هالشهر رحت أول شيء عند مريم السبهان، صبغت شعري وقصيت قلتي، ولما نيت صبغت شعري، شعري كلش ما تعب كلش. طبعا يمكن مباين وايد معاكم، أنا صبغته خصل وايد أفتح من لون شعري بدرجتين.